لكن الأمر كمان إنه عندنا آلاف المخطوطات زي ما ذكرنا في حلقة سابقة. عندنا آلاف المخطوطات اللي بتتكلم اللي فيها خط مطابق تماما للكتاب المقدس. واحنا بنتكلم على آلاف المخطوطات، ولا مخطوطة فيها قالت إن المسيح ما اتصلبش مثلا. أو أي مخطوطة فيها قالت إن المسيح اتصلب وما قامش. كلهم بيتكلموا عن صليب المسيح، عن قيامة المسيح، عن صعود المسيح، عن خدمة الرسل. المخطوطات كلها مطابقة لكلمة الله اللي بين إيدينا. علشان كده مش ممكن يكون في هناك أي تحريف.